مسجلين على ايه على الصبح؟ جاتكم البلاوي. سمع قول مساء الخير، احنا بقينا الظهر. ترد يا عادل، انت لازم تتفلسف. ناوي لي لاف. يلا يلا شاعر شويه. صباح الخير يا فتية. نهارك نادي يا قرني، ما تخش تغير ريقك. انا اروح اشط اخواتي يا قمر، على بال ما تنطبيه انت بقى الكشري اللي يجرح القلب. ما تختش يا راجل، احنا لسه الصبح. نهارك ايش يا عم صاحبي؟ نهارك فل يا بطه. مراتك ولدت يا عويس؟ لسه والله يا بابا. ربنا يرتاحها بالسلامه. الشاي بقول لك ايه يا بطه؟ قول يا عم صابر. ها ما عادش هنا تاني يا جدعان؟ تتجوزيني يا بطه؟ ما اخدش العجوز انا، حد يقول لي استني يا بطه. كنت فين من ساعتها يا بطه؟ يو يعني هكون فين؟ بتفسح على الكورنيش؟ اهو ده اللي احنا بناخده مني، طولك لسان على الفاضي. يلا ادخلي كل لك لقمه، الكشري استوى. عملتي طبق لسمعة؟ شوفي يا اخت البيت، يعني فاكراه ومش فاكره نفسك؟ الله، احنا هنقر بقى. اشمعنى انت بتفكري في قرني ومحدش بيقول لك حاجه؟ مال قرني يا بطه؟ يوه انت هنا؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي ان الشمس طلعت. قعدت مع النظر. يلا بسرعه الحق الاستاذ بتاعي، احسن من الاخير وشايطه. عندك حق تتفري، ما انت قايم الظهر ومروق على الاخر. الدور انا ما عجبني صارك في الكازينو كل ليله وسط السكاره الوش الفجر. تاني يا سمع؟ تاني وتالت ورابع. المكان ده انا ما احبوش وما احبكش تسهري فيه. بتغير عليا يا سمع؟ مولا غير على مين يا بت؟ يا كلمه هقولها لك، المكان ده ما تعتبوش خالص. لا لا يا سي سمع، ما تشطرش عليا والنبي. ده انا اتشطر عليكي وعلى اللي خلفوكي كمان. ومالك بزعري كده ليه؟ علشان ما نسكتلك يعني؟ لا مريه يا بيت، ما تقومي تاخديني على مين؟ بقولك ايه؟ ولا تضربني ولا اضربك، احنا لسه على البر يا حبيبي، لما بقى في بيتك بتحكم فيها زي ما انت عاوز. بطل تعالي هنا. الله الله الله، رايح فين؟ اوعى كده سيب ايدي، السكتنا له دخل بحماره. لو النبي فوق مش انا اللي انشخت فيها كده. الله 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 الله، جرى يا بطل. اعمل لك ايه انت كمان؟ ما انا من الصبح عماله ادادي فيك، مفيش فايده. طب معلش، حقك عليا. ما انت عارف ان انا بشعل اللقمه، هو انا بروح لقبرش عياقه؟ خلاص بقى روقي،
طب ايه رايك بقى ان انا شفت لك شقه وعاوزك تيجي معايا علشان نتفرج عليها؟ والله فين يا سمر؟ ورانا على طول في الزهور. انا اتفقت مع صلاح السمسار يفرجها لنا يوم الحد، اذا عجبتك يا بنت الناس نربط فيها كلام على طول. ما قلتش تشخط فيها تاني يا سمر؟ وانا بشخط فيك من ايه يا بنت؟ ما هو من حب فيكي. فريد بيه. اهلا يا بطل. عن اذنك يا فريد بيه. المفاتيح في العربيه. خد يا اوراني اجلس صدرك بدل الهباب اللي انت بتشربه ده. سلام. تشكر يا فريد بيه. ما تخاف شويه يا ذوق، انت هتفضل قاعد لازق عندك كده طول الليل؟ ما تزعليش، اديني سايبها لك وماشي. رايح فين؟ معدي الناحيه التانيه. يوه، انت هتقعد تعربة يا تعدي على الناحيه التانيه؟ بمزاج يا بطه، انا راجل صاحب مزاج، وقت مزاجي ما يجيني ادور عليه. اهلا يا اورن. اهلا. مساء الفل يا مسعود بيه. الله الله، مالك تطوح كده ليه؟ ابدا، اصل الهوا لا مؤاخذه جامد الليل حبتين. اه طب خد بالك بقى لا تدوسك معزه. مساء الخير يا مسعود بيه. ازيك يا بطل؟ الحمد لله يا بيه. ازيك يا ست هاني؟ ها اتجوزتي ولا لسه؟ لسه يا بيه، لكن هانت ان شاء الله سمعة لقلنا شقة. وهنروح نشوفها يوم الحد. طب عال بص يا بيه. ايه ده؟ زي القمر وجيه النبي. مين ده؟ دي صورتك يا بيه. شوف يا ست هانم، بذمتك مش قمر؟ ده يوم المؤتمر بتاع المنيا. انا اول ما شفتها نظفتها وقطعتها علشان ابروزها. طب اسمعي، هاتي دي وانا هجيب لك واحدة مبروزة جاهزة. لا مؤاخذة يا بيه ما تقطعهاش، ده انا فرحت قوي لما لقيتها طلع عليا من وسط الترشي. ترشي؟ الله يجازيك يا بطه، من وسط الترشي؟ ده انا على كده لازم كنت معصفر. يا حبيبي وانت على بالي يا ناسيني، وانت على بالي وكلامك. يا ناسيني وانت على بالي وعليا. مساء الفل والياسمين والطبر. حنة كده يا راجل، صحتني من احلى نومة. نومة؟ نومة مين يا ام نومة؟ ومع كل عايزة تنامي ارجع. لا تعالى ترجع ازاي بقى ما دام جيت تتعشى. قبل ما اتعشى اتغدى وصلي. يا راجل اختشي بقى. مساء الخير يا مسعود بيه. اهلا. اعذرني يا فندم اني صورت سعادتك من غير استئذان، انا اصلي معجب بسعادتك جدا ومتابع نشاط سعادتك. سعادتك ظهرت في التلفزيون الاسبوع اللي فات واتكلمت عن الامن الغذائي والمشروعات العظيمه اللي سعادتك بتعملها في البحيره ومطروح. والبحر الاحمر يا ابني، انت نسيت ولا ايه؟ والبحر الاحمر يا فندم، في الحقيقه انا سعيد جدا يا فندم بروح سعادتك الوسابه وشباب سعادتك الدائم. اه
ده نظام نق بقى. ايوه يا سيدي نعم. انا منير يا بيه، منير سيف الدين القرنفلي. ايوه، يعني عايز ايه؟ عايز تعشى معانا؟ لا يا فندم، انا اتعشيت والحمد لله. انا بس كنت عايز اتشرف بصوره لسعادتك مع الهانم للسكر. فهمت. يا متر، متر لو سمحت وحياتك انت هتدوس على الزرار ده بس. ها استنى استنى. ايوه اتفضل يا فندم، دوس عليه. يلا دوس. شكر قوي، ربنا ما يحرمناش من امثال سعادتك. ايه دي بقى؟ هاتها لي يا فندم وانا اطبع لسعادتك نسخه فورا. نسخه. طبعا الفيلم يا فندم، الفيلم ده يا فندم، الفيلم يا فندم، الفيلم ده القعده هناك دي. بطه الله، انت تعرفها وفي حد ما يعرفهاش؟ طب يلا نروح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لسه قالع؟ ايه يا بنت، انا بعمل تمرين الصباح. صباحك لبن حليب يا سمح. نهارك قشطه. بقول لك ايه، جهز نفسك بقى عشان نخرج سوا النهارده. على فين؟ على جاري يا بنت. انت نسيت ولا ايه؟ هروح نتفرج على الشقه وبعد كده نخش السيما. ماشي. سلام. سلام، مع السلامه. اتفضلوا. اتفضل يا بطه، خش 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 برجلك اليمين يا بطه. هي كم مطرح؟ كانت مطارح غير عفشه الميه. اتفرجوا بقى ضحكوا يا سمعه وانا مستني على القهوه تحت. تشكر ابو صلاح. الله، دي فيها بركونه كمان، حلوه قوي. سمعه تعالى بص. الله، حلوة قوي، هواها يرد الروح. اهو المطرح ده بقى هنحطه فيه اوضه النوم. احنا هنجيب اوضه نوم؟ امال ايه؟ امال هننام على الارض يا بيت؟ وتسريحه ودلاب واتنين كوبوجينو وسرير يا بطه. معقول يا سمع؟ ايه يا سمع؟ بحبك يا بطه. اتأخرت للادي يا بيه، كفى الله الشر، حصل حاجة؟ لا يا بطة كل خير. أمال الست هانم فين؟ مسافرة يا بطة، بتعمل عمرة، عقبالك. عمرة؟ ربنا يرجعها بالسلامة. وأنت يا بطة، أخبارك إيه؟ اتفرجت النهاردة على شقة أنا وإسماعيل، إنما إيه؟ تلات مطارح تشرح القلب الحزين. والله؟ وفيها بلكونة واسم الله على مقامك، حمامة فرنجي بالدش. بالدش كمان؟ ده إيه الهنا ده كله؟ طب اسمعي يا بطة، لو احتجت أي حاجة أنا تحت أمرك. ما يحرمناش منك يا بيه. يعني موضبين كل حاجة؟ الحمد لله، شايلينك لعوزة. طيب يا بط، أنا بقولك فكري تاني، لو احتجت أي حاجة أنا تحت أمرك. أهلا يا أورني. لهفت منه كام يا بنت؟ لهفت إيه؟ هو أنت مفيش على لسانك غير لهفتي لهفتي؟ أمال الراغي ده كله في إيه؟ راجل محترم وبعزه زي أبويا، وهو كمان بيعزني. أبوكي؟ الله يرحم أبوك يا بنت الصراماتي. وبعدين في التلبيخ اللي على المسا ده؟ طب خلاص ما تزعليش، خلي بالك لحد ما اجي. انت هتعدي الليله برضو؟ ايه بلاش. نفسي اعرف كل ليله بتروح تعمل ايه. راح اتعشى. بلاش اتعشى. واللي يتعشى يقعد لحد الفجر نهايته. ما تتاخرش الليله دي علشان انا هلكانه وعايزه اتخمد الليله بدري. طب يا اختي. سلام. انا سيدي وانت على بالي حرامك. ايه
ناسيني وانت على بالي وخيالك. مين؟ هيكون مين يعني؟ ابو رجل مسلوخه. يوه هو انت؟ صحتني من احلى هدومه. صح، مين اللي قالك؟ مش هقولك. هي العربيات لسه ما وصلتش. وصلوا يا بيه. مساء الخير يا ريس. اهلا يا زنكلوني. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يسلمك. كله تمام؟ كله تمام يا استاذ عماد. عقبال العمليه الجايه. بس العمليه دي كانت جامده قوي وما كناش متفقين على كده. انت عايز تقول ايه؟ حضرتك كنت متفق على عربيه واحده ملغمه. طب هو ايه اللي حصل؟ بضاعه زياده وربنا وفاني واشتريتها. ما هي هي يا اخي. لا مش هي هي. يا استاذ عماد، هم عدوا على مره واحده ولا على مرتين؟ تفرق. انت عايز ايه بالظبط؟ 50 باكو. ده غير ال 50 اللي خدتهم قبل كده. يعني تاخدوا 100,000 جنيه في عمليه واحده. ليه؟ عشان ايه؟ طب وانا هكسب كام؟ 5 مليون على الاقل. الذهب سعره في السماء. اه ده نظام قر بقى. حكيمان عارفك، عينك فارغه يا صلاح. ايوه بيه. اديله 25 باكو زي بعضه. 50 يعني 50. اديله 50 زفت وخلصني. جيب الشنطه من العربيه واديها له زي ما هي، هم اللي فيها. ماشي. انا ليه حسبه كده من العمليه اللي فاتت ولسه ما خدتهاش. ما تخافش يا زنكلوني، انا فاكرك وهحاسبك على كل حاجه. اه بس كنت عاوز امشي مع الاستاذ عماد. طب مستعجل ليه؟ ما هنمشي كلنا مع بعض. طيب يا مسعود بيه، يلزم اي خدمه؟ مع السلامه انت. طيب اقفل البوابه. Thank you.
بتبص في الساعة ليه يا زنكلوني؟ ما لسه بدري يا راجل. انت مش لك حساب عايز تاخده؟ اللي تشوفه يا صلاح. هو الزنكلوني كان فين يوم السبت اللي فات؟ كان في المباحث يا ريس. ما تبصش في الساعة يا زنكلوني، البوليس مش هيجي. انت برضه هتصدق الكلام ده يا مسعود بيه؟ في الحقيقة انا ما كنتش مصدق في الاول، لكن لما سألت بنفسي اتأكدت. دي كانت اخر حاجة تصورها بعد العشرة الطويلة اللي بيننا يا زنكلوني. تكونش فاكرني بريالة. واللي هيتحرك هتعرف لفوخه. وانت يا مسعود ارفع ايدك لفوق. المدام بتاعتك ما هنش عليها تخرج من البيت ومسدسك محشي. خافت عليك من اللعب بالنار. بنت حلال طمر فيها العيش والملح. انت عارف انا عمري ما تمنيت اقتل واحد صاحبي كلت معاه عيش وملح، لكن اعمل ايه؟ ما انت اللي حكمت على نفسك يا زنكلوني. ارجوك انا صاحب عيال، ارجوك. ولادك، ولادك في رقبتي يا زنكلوني. شفتيها يا بنت بالظبط الضايع؟ حقول يا بيه، حقول يا بيه، حقول. قولي. شفت كل حاجة يا بيه. يعني ايه شفت كل حاجة؟ هو حصل حاجة خالص عشان تشوفيها؟ مين يا بنت اللي بعتك ورايا عشان تجسسي عليا؟ ما حدش يا بيه. زي عليك النبي الزبنة لو يا بيه. اسيبك، ده انت سنتك سودة. يا ربيع، يا ربيع. انت ايه اللي رماكي في سكتي؟ ايه اللي رماكي في سكتي؟ الله يخرب بيت ابوك. ايوه ساعة بيه. خد البت دي ارميها في اي حته. انهي بت يا بيه؟ هو في بت غيرها يا غبي؟ هي دي. ايوه هي دي. انا فاردك يا بيه، فاردك يا بيه، فاردك يا بيه. بقولك ايه، اقفل عليها كويس وخلي بالك منها. الله، انت نمت هنا يا راجل؟ امال فين البيت؟ ليه نامت في الاوضه التانيه؟ لا مفاكير، احنا لسه بدري. بدري بدري، ده ايه ده؟ الشمس ملت الدنيا. بنت يا بطة، انت يا بنت يا بطة، يا بطة. سلام عليك يا فكيهة، قلقت منامي، ده النوم حلو قوي. يا خوي ايه؟ الحقني يا اخوي الحقني. ايه الحقني يا اخوي؟ البيت، البنت مش في الاوضة. ما راحت فين؟ ما اعرفش بنتي، ما اعرفش بنتي راحت فين. Thank you.
طب جيبك منين يا اختي؟ ما حدش شاف بطه يا ولاد. بطه بنتي، بنتي حبيبتي. يا ترى انت فين اختي؟ نايمه ولا صاحيه؟ يا ترى يا حبيبه امك يا اختي، يا حبيبتي يا بطه بنتي. بطه يا ولاد الحلال. بطه ايه يا اخينا؟ مش انت اللي قلت يا اخينا؟ بقول لك بنت اسمها بطه. ما تزعلش يا سيدي. يا ولاد الحلال، بنتي تايهه واسمها بطه. يا ولاد الحلال، بنتي اسمها بطه. بنتي تايهه اسمها بطه. يا ولاد الحلال. يعني ايه ما نمتش في البيت؟ امال نمت فين؟ وليه كذبت عليا وقلت لي انها نمت عند خالتها؟ فترد يا ورا اني بطه نمت فين انت؟ والله علم علمك يا اسماعيل. انا اصلا جيت اتعشى، راحت عليا النومه. ايه المهم دلوقتي يا اسماعيل؟ نفكر هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعرف يا اورن لو ما لقيتهاش انا هسيح دمك. انت السبب في كل البلاوي اللي بتحصل لنا دي. هتسيب رقبتي؟ هتخلونا مجنون. شو ليه رايح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا حبايبي ده ايه ده كله؟ ايه ده كله يا حبيبتي؟ يا حبيبتي زي القمر. لا فارم عليكي. ايه رايك بقى في مراتك؟ يا سلام، وهي دي محتاجه رايي؟ ما البضاعه بتتكلم عن نفسها. لا ولا ايه؟ كميه تلوح المره دي. بقولك يا حبيبتي، ما كفايه شغل انت بقى وتستريحي. اصل الجمرك مفتح قوي اليومين دول، واحنا خلاص عدينا حزام الفقر من زمان. اخص عليك، هو انا بعمل كده عشان خاطر الفلوس؟ ايه؟ امال بتعمليها ليه يا روحي؟ ايه؟ ربنا يخليك تروحني. ربنا يخليك يا عم ربيع. ربيع اسمي ربيع. انت اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ بطة. بطة؟ بطة. خدي يا بطة. بطة خدي. ما تخافيش. ما تخافيش. خدي. مساء الخير يا مسعود بيه. يا مساء الفل. دي بصة النهارده يا فندم. مبروك يا فندم، المناقصة بتاعت الاسكان رست علينا. طب عال عظيم. اطلبيه صبحي على التليفون عشان اشكره. ولا اقولك بلاش.
ابوكي زي دلوقتي؟ الحمد لله يا فندم، بيسلم على سعادتك جدا. اخر مره زرتي فيها كان امتى؟ الجمعه اللي فاتت. نقلوه من الزنزانه اللي كان فيها لزنزانه تانية. طب عال عال، انا كنت طلبت ان هم ينقلوه في زنزانه تانية بحري. مبروك مبروك. في حاجه تانية؟ لا يا فندم. الو، كل حاجه ماشيه كويس، والرصيد اللي عندنا ناقص جدا، وحضرتك عارف ان السعر نزل شويه. خف البيع خالص واسحب الذهب اللي في السوق، السعر لازم يشد تاني. لا انا هبتصل بيك، مع السلامه. ودي يا فندم مجموعه تانيه للست ياها مع الشنط. ايوه يا ابني، مالها دي؟ مهدي يا فندم مرات الراجل اللي حكيت لسعادتك عنه. اي والله ونعم، ست محترمه ومحتشمه مع انها جميله. ايه يا فندم، ده كل ليله والتانيه سهرانه مع جوزها في الكباريه الوش الصبح وبتشرب خمره. كباريه؟ كباريه يا ابني، دي جايه بالحجاز اهي، ولا انتوا عايزين تطلعوا كده كلام على الفاضي؟ فندم ظاهر سعادتك نسيت الموضوع. يا فندم دي مرات الراجل اللي حكيت لسعادتك عليه الحرامي. يا ترى انت فين يا بنت؟ انت عمرك يا ضلاله ما غبت على عيني ابدا. صلي على النبي يا ولية، دلوقتي تبان. لو كانت حبان كان بنت من بدري يا قرني. عارف ايه اللي حصل؟ يا حبيبه امك يا اخي، زي ما تكون بسم الله الرحمن الرحيم، فص ملح وداب. اسماعيل، هي اسماعيل لقيتها؟ ابدا، لفيت عليها في كل حته ما لقيتهاش. تري عند واحده صاحبتها ودلوقتي ترجع. انت تسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك بقى. الله، هتلاقيها بقى احسن بالله العظيم افتح لك قرن. انت تفتح لي قرني يا قرني. هتصدح ان يا لهوي، انتوا هتتخانقوا وتسيبوا بنت تضيع. عم حسن زارع بصل، جيت اشم وكلته كله، وادي الزيره. وقت منك يا عم ربيع. حتى يا بطة يا دقن القطة عم. غلط غلط، حتى يا بطة يا دقن القطة. إلا قولي يا عم ربيع، انت هنا بتعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجة ولا حاجة. انت مالكش اهل يا عم ربيع؟ مش فاكر مش فاكر اذا كان ليك اهل ولا لا. مش فاكر مش فاكر. طب انت جيت هنا امتى؟ مش فاكر. يلا نلحق. عم ربيع، انا ليا اهل، امي ست غلبانه ووحدانيه، زمانها قطعت عينيها من العياط علي، وانا مش صغيره عشان العب، وده مش وقت لعب. انا ماليش ذنب والله العظيم يا عم ربيع، انا كنت في حالي لا بيا ولا عليا، ورش اللف طول النهار والدغه هما اللي خلوني اتدهولت وراحت عليا نومه. روحني يا عم ربيع، ربنا يخليك. روحك فين؟ خرجني من هنا وانا شاور لاي عربيه واروح. يا لئيمه، عايزاه يذبحني؟ عشان خاطري يا عم ربيع ابوس ايدك، ربنا يخليك. يعني مش هتلعبي؟ لا هلعب. هات يا عم ربيع. لوحدك كده ليه؟ اسكت يا بيه اسكت. إلهي ربنا ما يبليك باللي احنا فيه. خير يا قرني؟ هيجي منين الخير يا بيه؟ البنت بطه ما لهاش اثر. ازاي الكلام ده؟ علم علمك يا بيه، فجأة كده ما لقيناهاش، دورنا عليها في كل حتة ما فيش فايدة.
هو سعادتك ما تخيلش بيها هنا ولا هنا؟ وهتخيل بيها فين بس يا قرني؟ اعمل ايه بس يا بيه؟ دمها عامله مناحه. سي عليك النبي يا بيه، لو ليك حد في الجرنين خليهم يزوروا صورتها. اهي ولا مؤاخذه. زي القمر. خليهم يكتبوا تحتيها ان تعود الى البيت، امها في انتظارها، وانا كمان يا بيه. انا صحيح جوز امها، لكن ولا مؤاخذه بمقام ابوه؟ تصدق بالله يا بيه؟ لا اله الا الله. دي وحشتني ولا بنت اللي من لحم ودم. انما فكرك انها هربانه يا قرني. تعمل ايه بس يا بيه؟ سي عليك النبي ما تنسى. حاضر يا قرني. حاضر. ألف سلامة يا بيه. والنبي يا بيه ما تموتنيش يا بيه. ده أنا وحدانية. هموتك. وهو ده معقول يا بابا. تعالي. تعالي معايا بس. تعالي ما تخافيش. أنت ساتر مية في أوضة زي دي. أنت إيه؟ ما عندكش إحساس؟ جاتك البلا. تعالي يا بابا. تعالي تعالي معايا. كده. ما عندكوش إحساس. كده كده تعملوا فيها كده؟ هي ايه بنات الناس لعبه؟ تعالى يا بطه ما تخافيش، تعالى يا حبيبتي، تعالي معايا. انت ايه اللي جابك هنا؟ يلا 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 خدي معاك وارجع من هناك. يلا ارجع فين يا بيه؟ ارجع مطرح ما كنت يا كلح. تعالى يا بطه، تعالى يا حبيبتي، تعالي بس معايا. تعالى روح انت هناك تاني يا بيه. انا عايز اروح هناك. ما انت هتروحي. تعالي بس، تعالي. انا عايز اروح لامي. تعالي. امك ايه؟ امك ايه عبيطه؟ انا هغرقك في ستين وفي هدوم وهشيكك على الاخر، هجيلك واحده تانيه خالص. يا بيه الله يسيئك، انا عايز اروح. خلاص بقى، يلا خدي الهدوم دي وخش استحمي. يلا خش استحمي وشيلي الظبط اللي عليكي ده، البسي الهدوم دي. ها يلا يلا بقى يا بيه. انا ما تروحنيش. يلا بقى اسمعي الكلام وخلصينا. خدي دول. وبعدين في الحسن المهببة دي يا بطة؟ يلا بقى يا بطة استحمي وخلصينا بقى. يلا حاضر. ما كفايه البورنوس، ولا اقول لك بلاش البورنوس كمان. بصحتك. ما يلا بقى يا بطل. حاضر يا بيه. حاضر ايه بس؟ ما تقفل بتاع ده بقى. وبعدين بقى يا بنت الجنية. يا بيه. طب تعالي بقى. تعالي. انا مش هسيبك. هتروحي مني فين؟ انا بعتك يا بيه. صرخي زي ما انت عايزة. ما حدش هيسمعك. تعالي هنا. تعالي. تعالي. تعالي تعالي. هتروحي فين؟ الحورة، مطرح الحورة. تعالي تعالي. هتروحي فين؟ صرخي زي ما انت عايزة. تعالي. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ امشي اطلع بره. قلت لك امشي اطلع بره. اسمع الكلام. برا. يا حبيبت امك يا اختي، يا ترى انت فين يا حبيبت امك يا اختي؟
ما تقومي تاخدي لك تعسيله لحد نهار ما يطلع. انت هتفضلي تنوحي كده للصبح. ومين يقول لهم يا اوراني؟ بس لو اعرف اذا كانت عايشه ولا ميته. ميته ايه يا وليه؟ حرام عليكي، ما يمكن سافرت دخلتها المنصوره. قومي نامي شويه والصباح رباح. مين؟ انا بطه ياما. بطه إيه؟ يا حبيبتي يا اختي بطه، يا بطه اما يا مستي دي مش بطه، ده عفريتها يا مستي. لا دي مش هي، دي عفريتها عفريتها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه سوي جن؟ ياما انا بطه مش عفريتها. اما اما هي يا موراني انت تعمل زيها؟ ولا انت بطه، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده باب حطها على وشي عشان الراجل ما يقربليش. ده كلام فارغ ولعب عيال. البغل اللي اسمه ربيع ده تجيبهولي من تحت الارض وقبل الفجر ما يطلع. وده هنلاقيه فين ده؟ ده حمار بيبرطع. مش شغلي. ممكن تلاقوه مرمي في جنينة الحيوانات، في خرابة، في عفريت ازرق، ماليش دعوة. ده سرق عربيتي ومحفظتي. والبيت يا ريس؟ لا، البيت دي بقى سيبوها لي انا. انا هعرف شغلي معاها. ازيك يا بطة؟ ألف حمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا اسماعيل. وحشتني موت. ها حد مس شعره منك؟ لا يا اسماعيل اطمن، ده انا بطه. الحمد لله، انا كنت هتجنن، كنت بمشي في الشوارع اكلم نفسي، ما كنتش عارف اني بحبك قد كده يا بت. ربنا يخلينا لبعض يا اسماعيل ويبعد عننا اولاد الحرام. حبيبتي يا بطه. وحشتني قوي يا بطه. بعدين بقى في الكلام اللي يقطع القلب ده، بتفكروا معانا الاول هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ هنبلغ البوليس طبعا. اسماعيل علشان خاطري بلاش، ده راجل شراني وحش. يعني ايه الكلام ده يا بطه؟ الزنكلو اللي يبلغ قبلك، وكان نصيبه انه اتقتل قدام عينيه. احنا مش قده يا سمعه، احنا غلابه وعاوزين نعيش. الحمد لله بطه رجعت بالسلامه يا سمعه. انتوا تشدوا حيلكم بقى وتتجوزوا ومالناش دعوه بحد. حتى لو سبناه هو برضه مش هيسيبنا في حالنا. دلوقتي بطه بقت عارفه عنه كل حاجه وبقت خطر عليه، ومش ممكن هيسيبها كده ابدا. اذا كان على دي بسيط، انا هقول له يسيبنا في حالنا وندفع الخبر مجور، ويا دار ما دخلك شر. الله، وهي بطه هتتجوز وتمشي من هنا، ولا هيشوفها ولا هتشوفه. لا انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. الله، دي جريمه، والسكوت عليها جريمه زيها. علشان خاطري يا سمعه شيل الحكايه دي من دماغك خالص. انا خايف عليك قوي يا سمعه. ده انت ايدك تقيله قوي يا دكتور. خلاص يا فندم. خلاص يا شيخ، ده انت هرتني حقن لما جتتي كلها بقت مخرمه من غير فايده. من غير فايده ازاي؟ دي كلها هرمونات. بلا هرمونات بلا غيره. هو انت اللي بتاخدهم ولا انا؟ هتعرف احسن مني في دي كمان. ما هو بعد ما نخلص كورس الهرمونات هنبدا. لا هو احنا لسه هنبتدي؟ لا يا عم، الله الغني، مع السلامة. اتفضل. ايدك زي المرزبة. ايه يا حبيبي، انت لسه بتاخد حقنة الف الونزة؟ ايوه حبيبتي، اصلها برازيلية ماسكة في جتتي مش عايزة تخرج. طب انت لابس ورايح على فين كده؟ انت نسيتي يا حبيبتي، النهاردة افتتاح الغرفة التجارية والوزير هيحضر بنفسه. الوزير؟ طب ما تنسيش تعزمه على افتتاح البوتيك بتاعي. انت جرب عقلك حاجة، معقولة الوزير يحضر افتتاح بوتيك؟ طب خليك شوية. عايزاني اقعد اعمل ايه؟ الاجتماع اهم، وبعدين الحقنة لسه بتوجعني. تصبح على خير. ميت مساء سعاده البيت. اهلا يا نور، ازيك؟ انا تمام اهو بيه الحمد لله. سعادتك نشرت صوره بطه في الجرانين. لا والله يا اورني سوها عليا، لكن هنشرها لك بكره. مفيش داعي بقى ولا مؤاخذه، اصل بطه راجعي والله. طب الف مبروك، حمد لله على سلامتها. امال هي فين؟ في البيت ولا مؤاخذه، لكن عايزه تروح الاسم. بس انا بقى ما خلصنيش. اسم؟ وتروح الاسم ليه؟
كانت عاوزه تروح تير 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 بايه؟ هي مش كانت هربانه؟ بقولك ايه يا سعاده البيه، ما تخلينا حلوين وبلاش الالوان دي معانا، احنا ولاد بلد برضه ونعجبك. الوان ولاد بلد؟ جرايا راجلك عير انت، انت هتصاحبني؟ وليه لا؟ ما اجيب سجاره ولا مؤاخذه؟ سجاره كمان؟ لا. طب ليه كده؟ بقول ايه، ما نتفاهم بالهداوه، لحسن بيت تركب رصة واسماعيل ياخدها ويروحوا النيابة. اسماعيل مين ونيابة ايه يا راجل يا الفوت انت؟ امشي وندام، يلا امشي نجرب. الله الله الله، والزنكلوني والدهب. وطي صوتك الله يخرب بيتك. ما قلت خلينا حلوين وبلاش وجع دماغ، قالوا اطلع من البلد. هات سجارة بقى. خد بسام الهاري. يا بيه احنا برضه محاسيب ومش هنعض في اللحم الحي. لحم حي ايه وعض ايه؟ ما تقول انت عايز ايه وتخلصني. اللي سعادتك تحكم بيه انا موافق عليه. 5000 كويس؟ 5000 ايه يا بيه؟ ما تصلي على النبي، دي فيها قتل وخطف وذهب. سمع حضرتك عارف اللي من دول الدنيا غالي. ما تبقاش طماع بقى يا اورني. خلاص خليهم 10. افتح الله. سمولات اسماعيل مش هيوافق. 15 عشان خاطر الواد اسماعيل. ها قلت ايه؟ 15 لكل واحد، انا وبطه وام بطه والواد اسماعيل. حاكم الواد اسماعيل ده واد فهلاوي على الاخر ويفهم في القانون كويس قوي. طيب طيب طيب. طب فين يا بيه؟ ما تلاقيني. الليله دي الفلوس هتكون بايت عندكم في البيت. عايز ايه؟ تنهب؟ الليله مش الصبح. الليله. روح انت دلوقتي وبعد ساعة بالكتير الفلوس هتكون عندكم. بس وعد شرف يا ورني، مفيش كلمة تطلع كده ولا كده. ايه يا بيه؟ ده على رقبتي. بس ولا مؤاخذة بيه، حضرتك هتعرف عنوان البيت ازاي؟ عارفه يا ورني ما تخافش، عارفه كويس قوي وعارف كل اللي فيه. طب يا بيه، أنا في انتظارك. أنا سيني وأنت على بالي. إيه الكلام الفارغ ده؟ هو ده اللي حصل، والفلوس زمانها جايه. سامعين؟ سامع يا بطك وزم بيقول ايه؟ لا الحكايه دي مش هترسى على بره ابدا، انا لازم ابلغ البوليس. اللي هيقرم الباب هفرغ كرشه قدامه. يا لهوي، هي حصلت للدرجه دي يا اورني؟ عاوز تفرغ كرشه قدامي يا اورني؟ لو ابويا بجلاله قدره طلع من تربته هفرغ كرشه. دول 60,000 مش لعبه. محدش هيتحرك حركة واحدة قبل الفلوس ما تيجي. أنا راجل كبرت خلاص وما عشتش قبل كده. حياتي كلها ضاعت مني في المرمطة والبهدلة وخدمة الناس. نفسي أعيش بقى. بفلوس حرام يا أوراني. حرام ولا حلال؟ يا جت لحد أوراني ووقفت. اسمعوا بقى، اللي مش عايز نصيبه أخد أنا. أمسكهم بإيدي عشان أموت بعدها. قولي لها فاكيه، أنت معايا ولا معاهم؟ انا بقول تصلي على النبي يا قراني ونتفاهم. انت الظاهر يا اخويا تقلت في الشرب شويه. انا فاهم كويس قوي وكلامي دغري. انا كل اللي عايزه ان اعيش واعيشك معايا اليومين اللي فاضلين، وكفانا شقه بقى لحد كده. لا ما هو مش بالطريقه دي يا قراني. انت هتعمل فيها فيلسوف انت كمان. سامعين بيقول ايه؟ يعني انت متاكد خلاص انه هيجي؟ هو قال انه هيجي. صح. طب الساعه عدت ومحدش سال. انت صدقت يا عم اوراني؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت. انا قلت تقعد مكانك، يعني تقعد مكانك. يعني ايه؟ انت عاوزنا بقى نبقى زي الرهائن؟ حق لو ما جتش يا مسعود بصحيح، دي تبقى وعد اهلك مطينه بطين. هو قلت لك هيجي، يعني هيجي. ميت حجابة. قلت لك هيجي، يعني هيجي.
طب اقعد بصحة جمال. حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انت صدقت انه هيجيب لك 60,000 جنيه؟ اه ودين النبي صدق. يا سلامة فكيها، ده انا حلمت احلام ورتبت في دماغي ترتيب، لكن فجأة كان حسيبه ودين ما انا سايبه. ليه انت ما شفتش ربيع وقبل منه اللي اسمه ايه ده اللي قتله؟ الزنكلوني. انا عارف اطيني تقتلوا ايه ده. طب اتفضل يا اخوي، اتفضل خد ود الشاي للراجل وابقى بطل تحلم تاني. اتفضل. ابن الارندالي ده جابوه منين؟ انا كنت في الجبل، بتوع الجبل هم اللي سلموني ليه. ده انا زيهم. معلش اشرب الشاي. شاي ايه ده انا جعان. جعان؟ انت بتموت ولا جعان؟ طب اشرب ده الاول وبعدين ربك يحلها بالاكل. تشكر يا عم، هات. احنا اللي متشكرين، ده لولاك البطه ضاعت. وهي جت على دماغي، يا ريتني ما عملت شهم، يا ريتني عملت عيشه، كنت وفرت على نفسي ده كله. وبعدين يا راجل ما تشد حيلك امال. وانا عاد في حيل عشان اشده؟ لو اترجاه ابوس رجله في عرضك يا بيه، والعصيان نزلت رفة حول الميداني لما صوروني. لو ايه عمال احلم واخطط، الظاهر مش مقسوم لنا نعيش. وبعدين هنفضل قاعدين كده حاطين ايدنا على خدنا ونندب زي النسوان؟ هي البلد ايه؟ ما فيهاش بوليس؟ ما فيهاش حكومه؟ ما فيش حد هيصدقك. ليه يا بطل؟ وانت رحت فين؟ انت هتشهدي معايا وعم ربيع وعيله الزنكلوني. اللي زي ده يا بطه لازم ينعدم في مكان عام في عز الظهر وكل الناس تتفرج عليه. استنى بس يا سمعه، رايح فين؟ سيبيني يا بطه. انت متأكد من الكلام ده؟ متأكد سيادتك يا فندم. وعندوك الشهود سألوهم. مين الشهود دول؟ فاطمة محمد علي وشهرتها بطة سيادتك يا فندم، وقرن السيد عبد الحميد، وفكاهة الجرواني، وغيرهم كتير سيادتك يا فندم. ما هو اذا سكت لهم يا بيه هيركبونا. كل حاجة بقى لازم تقف عند حدها. البلد فيها بوليس ومحاكم، يعني هم فاكرينها سايبة ينهبوها زي ما هم عاوزين. ايوه بس ما بسش يا بيه، احنا لازم نقف جنب بعض ونساعد الحكومة في القبض على المجرمين دول. طب سعادتك بتقرا جرايد؟ ايوه. افتح الجورنان في اي يوم هتلاقي ريحتهم فايحه وبلويهم ماليه البلد. الانسه فاطمه محمد علي الشهيره البطه، والدتها السيده فكيها ابراهيم عبد المولى، وزوج والدتها السيد قرني قرني الدقاسطي. يا بطه محمد علي شهير ببطة. اوعي تخاف يا بطة، كل اللي شفتيه قولي للبين وكيل. يلا يا بنتي. يا بيه يا بيه، انا بنت غلبانة وحدانية، ماليش في الدنيا غير امي واسماعيل. تعالي تحكي لي قصة حياتك. شفتي مسعود بيقتل الزنكلوني؟ يا بيه اتكلمي يا بنت. ما هو يا بيه كلمي قولي الحقيقة. يا بيه انا ما شفتش حاجة. شفتيش مسعود وهو بيقتل الزنكلوني؟ لا يا بيه. Thank you.
معرفوش ولا عمري سمعت عنه خالص. يعني ما خطفش بنتك وباتت عندي ومين؟ لا يا سعادة البيه، ما حصلش حاجة مندي خالص. ألا ما ليه الحكاية بالظبط؟ تعرفي تمضي؟ أيوة يا بيه أعرف أبصه. طب ابصني نادي على اللي بعده. ورني يا عبد سميع. صباح الفل يا سعادة البيه. اتفضل اقعد. نعم يا سيدي. بس عدي البي ايه؟ احنا ناس غلابه ولا مؤاخذه؟ بناكل لقمتنا بعرق جبيننا. من غير رغي كتير. تعرف مسعود مسعود ابو دومه؟ اصل سعادتك مسعود بيه. اه اعرفه طبعا. راجل شهم وكريم. اصل مؤاخذه بيركن عندي. ما اتفقش معاك يديك فلوس عشان تسكت على حكايه قتل الزنكلوني؟ لا بيه ما حصلش حاجه من دي خالص. وانا مال انا ومال الزنكلوني ومزنكلونيش؟ لا مؤاخذه بيه. تعرف تمضي؟ لا بيه بس ولا مؤاخذه معايا الخد. مرات الزنكلوني بره يا شويش؟ ايوه يا فندم. نادلها. حاضر. اتفضل اختم. عم ربيع، عم ربيع، انا ما جرليش حاجه، انت اللي اتاذيت، والراجل ده لو ما وقفنيهوش عند حده هياكلنا كلنا ويدوس علينا برجليه. اذا كان على الشغل عم ربيع، البلد مليانه شغل ومليانه خير. خلي توكلك على الله وقول الحقيقه، وربنا مش هيضيمك ابدا. زنكلوني ده اسم الشهره يا بيه، واسمه الحقاني ابراهيم رجب الشرقاوي. عندنا بلاغ هنا بيقول ان جوزك اتقتل على يد واحد اسمه مسعود. ايه رايك في الكلام ده؟ مستحيل مستحيل يا بيه. ايه يعني ما اتقتلش؟ ما بتعيط ليه؟ اصل وحشني يا بيه، مسافر السعوديه بقاله 3 سنين ولسه بعت لي جواب وفلوس من يومين. ما احنا ما نقدرش نعيش من غير فلوس يا بيه. ومعاك الجواب ده؟ ايوه يا بيه اهو، بس الشيك صرفته. طب وقعي على اخوالك. حاضر. تعال يا ربيع. تعرف مسعود مسعود ابو دومه؟ لا يا بيه ما افتكروش. ما اشتغلتش عنده؟ اشتغلت عند ناس كتير يا بيه، هفتكر مين ولا مين. قول لي انت وشك متعور كده ليه؟ شقاوه يا بيه، انا عورت نفسي بنفسي. كنت لا مؤاخذه قايم من النوم بتطوح، قامت راسي اتخبطت في الحيط. فلما راسي اتخبطت في الحيط مخي لف، ولما مخي لف اتخبطت تاني في الحيط. مضيع على اقواله. ده فندم اللي برضه يتعمل له محضر بلاغ كاذب وازعاج للسلطات، يتحط في التخشيب 4 ايام. عدي الناحية التانية. الأنسة هي اللي دفعت الكفالة، مع السلامة. إسماعيل بص بس يا إسماعيل، أنا كنت خايفة عليك، كلنا كنا خايفين عليك. إحنا مالناش دعوة بالناس الكبار دول، ده كابوس يا سمعة ولازم نخلص منه بقى. إسماعيل
اسماعيل. اسماعيل عبد النبي ابو ريع. اسماعيل عبد النبي ابو ريع. اسماعيل عبد النبي ابو ريع. يا ساتر يا رب، في ايه يا اخويا؟ جرى ايه؟ فين اسماعيل؟ ايوه انا اسماعيل. ده دكانك؟ ايوه دكاني. شمع يا عسكري. يا ساتر يا لهوي، يا ساتر يا رب. ليه جرى ايه بس يا عمنا؟ انا ما عملتش حاجه. عندنا امر بغلقه بالشمع الاحمر عشان ما فيش رخصه. طب ما انا مقدم على الرخصه بقالي 3 سنين ولسه ما جاتش. يلا 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 خلصونا شمع يا عسكري. تعالى بس يا عسكري. تعالى بس من على المفتري. تعالى هنا يا اخويا. اهدى بس يا اسماعيل اهدى. منك لله يا بطه. أخلام الشاب 40. أنت مسعود بيه؟ أيوة. كيف حاجة؟ أنت حرام وقعدت القدس. اتعودت على كده. انت ايه اللي رماك في سكته؟ ضيع حياتي وقفل محل الرزق اللي باكل منه عيش. انا لازم اقتله. الله، هو انت سمعه؟ طب انت كنت داخل لوحدك، خرجت اتنين ازاي؟ ايه اللي حصل يا سمعه؟ اوعى ايدك خالص. يلا سمعه تعال. على فين؟ ما تسيبه اخينا، ده تبعنا. هيجي معايا. ما خلاص بقينا في الهوا سوا. تعالى فين؟ بقول لك ايه، ما تخافش. بقول لك اتضربنا سوا، حاخده على بيتي. يلا بيتك فين؟ 20 شهر الفجاله. الله، تعالى فين؟ بقول لك 20 شارع الفجاله يا اخي. لف لف من هناك يا سمعه. كل دي كتب ومجلات. ايوه يا سيدي، عدة النصب. ومن ساعتك بتشتغل مصوراتي؟ مصور وصحفي ورسام وكاتب قصة وعازب، بس ماليش بخت. خد اشرب الشاي وكلك بسكوتين، وبلاش حكاية سعادتك دي. انا اسمي منير وبس. كسروا لي ضلوعي ولاد الكلب. تعيش وتاخد غيرها. المهم اننا مسخرناه في وسط ناس مهمه جدا بالنسبه له. انت بتتكلم عنه زي ما كنت اعرفه قبل كده. اه انت تعرفه من زمان. هو الحقيقه الطار مش بيني وبينه بس، ده بيني وبين كل اللي زيه. انت عارف يا سمعه، انا ما احبش الكلام الكبير ولا الانشا والحاجات دي، بس انا حياتي بقت مرتبطه بالراجل ده. يا انا يا هو. واشمعنى ده يعني بالذات؟ هو ده اللي وقع في سكتي. والله حظي بقى، ما اعرفش. يعني انت يا استاذ منير ما تقدرش تشتغل اي حاجه تانية؟ سيبك مني. قول لي انت اللي حصل بالتفصيل. من اول بطه ما نمت في العربيه بتاعته. لا هي ما نمتش، هي راحت عليها نومه. ماشي، انت هتحكي بقى وانا هسجل عشان ما فيش وقت للكتاب. بكره الصبح لازم اقدم للجورنان تحقيق يهز الدنيا. اتفضل. هي أول ما نامت في العربية، قصدي لما راحت عليها نومة في العربية. إيه ده؟ مين حيجي دلوقتي؟ هو إسماعيل فين؟ فين؟ إسماعيل؟ إسماعيل؟ إسماعيل إسماعيل؟ مالك يا سمعة؟ إيه اللي جابك؟ عاوزة إيه؟ جري يا سمعة، ميبقاش قلبك أسود أمال.
دي ما رضيتش تنام لما تطمن عليك. انا مش عايز حد يطمن عليا يا اخي. وانت الاخر ايه اللي جابك؟ اخص عليك يا سمعة، دي طريقه تقابلني بيها؟ عاوزين نعمل ايه؟ اخدكم بالحضن؟ بصراحه بقى انا لا طايق ابص بخلقتك ولا بخلقتك. اتفضلوا مع السلامه. الله الله جرى يا اسماعيل. يعني مش عاوزين تمشوا؟ طب انا اللي همشي. الله للدرجه دي مش طايقني يا سمعة؟ معلش هو بس متعصب حبتين. روحي وراه وانا مستنيكم. اسماعيل اسماعيل اسماعيل. عاوزه ايه؟ اخص عليك يا سمعة، ده انا جايه لك لحد عندك. يا ريتك كنت وفرت المشوار. يمكن اكون غلطت، بس انا عملت كده علشان بحبك يا اسماعيل. خفت عليك؟ خفت عليا؟ تحطيني في السجن؟ انا اتحط في السجن وانضرب واتهان ومحل يتقفل؟ عشان ايه ده كله؟ عشان كنت بدافع عنكم؟ لو ما كنتش عملت كده كان قتلك. القتل كان اهون عليا من انك تعملي فيا كده يا بطه. انت تشهدي ضدي في النيابه؟ انا مش قادر اصدق نفسي. المسامح كريم بقى. لا يا بطه، انا كنت بحبك، لكن دلوقتي خلاص يا بنت الناس. سكتي غير سكتي، وحياتك غير حياتي. تفضلي. انت جاي تكلمني في الموضوع ده تاني؟ المره دي بقى يا فندم ما تحتملش الشك. طب عن اذن سعادتك لحظه. تعال يا سمعة. شكرا يا اخ. ادخل. ايه يا سيدي؟ مين بسلام؟ انا اسماعيل يا بيه. ده بقى يا فندم الدليل الحي على صحه كلامي. وده التحقيق اللي انا كتبته من واقع اقواله. طول الليل والله يا فندم سهران فيه لما عينيا اتمققت. طب يا ابني ما قدمتش الكلام ده للنيابه؟ ده كلام خطير. ما انا بلغت يا بيه، عملت بلاغ للنيابه والنيابه حققت. عظيم عظيم. وبعدين؟ ابدا يا بيه، عملوا لي محضر ازعاج للسلطات وبلاغ كاذب، وتهفيت فيها 4 ايام حبس يا بيه. يا ابني يا حبيبي، انت مش عارف ان عندي سكر؟ عارف انا عارف. امال ايه؟ عاوز تموتني ناقص عمر؟ انت يا ابني في حد مسلطك عليا؟ لا فندم، بس اصلا عايز اقول لحضرتك ان تقول ايه وزفت ايه؟ جايب لي واحد النيابه حبساه وعامله له بلاغ كاذب وعاوزني اصدقه وانشر كلامه؟ انت جننت فعلا. ما هو حضرتك يا فندم مش فاهم الفوله. ما هو اصل مسعود بيه تدخل في الوقت المناسب. يا استاذ منير، انت صحفي فاشل. ما هو يعني لو حضرتك قريت التحقيق. استاذ منير. ايوه فندم. انت مرفوض. يعني هو عاوز يشهد معاه علشان يموتوه؟ يا اخي ده معقول الكلام ده ياما؟ والنبي ما انت راجعه لما تتجنني ويحطوكي في مستشفى المجازين. ده انا شفت بعيني ياما، هو ما شافش حاجه. بقى عاوزني ارميه في النار بايديا وبعدين يرميه الدبله في الشارع؟ بدل ما انت عماله تكلمي روحك كده، شوفي لك حاجه اشتغلي فيها، ولا انت عامله اضراب هنا وفي الموقف؟ والنبي تسكت عني انت راخر، انا مش ناقصاك. انا اتهديت خلاص، مش واخد عالجاريه طول النهار. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ نعم. عاوزاك تيجي معايا لوكيل النيابه نقول له على كل حاجه. حرام عليك يا استبطه، ده انا لسه ما فوقتش من العلقه. احنا هنفضل مستنيينهم كده ليل نهار. ما هنعمل ايه؟ نطلع نجرجرهم من افاهم ونسحبهم من شيشاتهم ونوديهم لمسعود بيه يتصرف معاهم. انت عاوز تودينا في داهيه والدنيا كلها تعرف؟ امال هنفضل قاعدين كده زي النسوان؟ أهم بلاش تعمل النار دلوقتي. بص شايف مين؟ ايه رايك بقى دلوقتي فرصة؟ لا احسن يكونوا مسلحين ولا حاجة. سيبني بس يا جدع، ما تبقاش مجنون. تعالى بس تعالى. واو، خبط بالعربية نقضي عليهم، ولا متشاف ولا متدري. Thank you.
الشرطه اسحب بالك البوليس يا اسماعيل اسحب بالك البوليس اسماعيل اسماعيل يا استاذ منير يا اخوانا يا اللي هنا ايه ده دول لسه ما رجعوش يا بنتي في ايه ما حدش هنا يا عم الاستاذ منير خرج امبارح لسه ما رجعش يبقى لازم كان حاجة أكيد جرالهم حاجة يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي أظن لحد كده بقى وكفاية قوي ممكن بقى تسيبونا نشوف شغلنا يا فندم احنا كان هدفنا نساعد العدالة ما هم دول اللي مضيعين البلد ومصين دمها مالكوش دعوة أنتم مالناش دعوة ازاي بس يا فندم هي دي مش بلدنا ولا إيه ما هو لو كل واحد فينا قال ماليش دعوة قول يا رحمن يا رحيم على كل حاجة وأنت بقى اللي هتنقذها وليه لأ انا عاوز اقول يعني قصدي كلنا يعني لازم نحاول يا فندم اسماعيل قصده اننا نساعدكم احنا عارفين ان ده شغلكم ومسؤوليتكم بس المفروض برضو اننا نساعدكم مش لدرجة انكم تعرضوا نفسكم لضرب النار بالشكل ده شوفوا بقى باختصار كده وكلام ليكم انتوا الاثنين اذا فضلتوا تحطوا مناخيركم كده هتبوظوا كل حاجة وهضطر احطكم في السجن مفيش كلام تاني مفهوم مفهوم يا فندي يا فندم انا راجل نظيف وشغال في النور واذا كان في دليل واحد ضدي انا على اتم استعداد اقدم نفسي للمحكمه تعرف واحد اسمه الزنكلوني الزنكلوني طبعا اعرفه كان بيشتغل عندي زمان وهو فين دلوقتي وانا شرفني يا بيه طيب يعني انت ما عندكش خبر انه اتقتل في مخزنك هو مين اللي بيقول الكلام ده سعاده البيه مش هما طب يثبتوه ولا بس يتهموا الناس من غير دليل طب اتفضل ادي شهاده من الضرايب اني دافع السنه اللي فاتت 1,000,000 جنيه قول لي بقى في مين في البلد دي بيدفع ضرايب ادي انا بحب بلدي يا سعاده البيه طب ده انا لما بسافر بره يا سعاده البيه اول لما برجع بوطي ابوس الارض ومرمغ وش فيها ده معقول اللي بيقوله ده افترى بيفتروا على العالم عالم مفتريه طيب 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 كفايه لا مش كفايه انا ارجو من النيابه وحياه والدك تسجل الكلام اللي هقوله ده ارجو من النيابه والقضاء وكل اجهزه الدوله ان تحميني من امثال هؤلاء مين عارف يمكن ادفعهم تعورهم وحقدهم الاعمى انهم يقتلوني وانا راجل مثالي ما سعت بيه يعني ضرب النار اللي حصل امبارح مش من الرجاله بتوعك لا طبعا يا بيه ما البوليس جه وفتش ده على حسب ما سمعت طيب خلاص امضي على اقوالك امضي طيب انت خايف ولا ايه يا مسعود بيه اخاف من ايه يعني عيلين زي دول يعملوا الربكه دي كلها كلام وكيل النيابه هو اللي مش مطمني متهيالي انه شاكك فيا والعمليه اللي احنا داخلين عليها دي خلاص البضاعة في البحر أصل عملية كبيرة سعادة البيه مدفوع فيها الشيء الفلاني البضاعة مفيش خوف عليها كل حاجة مترتبة مظبوط أنا اللي شايل هم ووكيل النيابة يدسن حد في السكة الصحفي هو نايم في المستشفى يبقى مفيش غير الواد بتاع الكاوتش لازم يتكتم لغاية لما العملية تخلص نقتله ونخلص منه لا أهو ده الغلط هاتله دلوقتي ما ينفعناش بالعكس هيلخبطنا اكتر طب نعمل ايه يا بيه مش عارف لكن لازم نفكر له كويس ايه انتوا مين في ايه عاوزين ايه مساء الخير شكرا ما بدخلش بقول لك ايه البيع عايزك انا التاني يا دكتور معلش دي اخر حقنه ان شاء الله لما اشوف اهلا يا سمع اهلا اتفضل مع السلامه يا دكتور اتفضل تدخن الراجل بتاعك عزم عليا قلت له ما بدخن ازاي مسعود عملوا كده طب ايه رايك بقى ان واحد زي مسعود ده لو ضمن ان احنا مش هنفضحه هيدينا اكتر واكتر واكتر يا منير دي الدنيا هتبقى حلوه قوي 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 خش ايه
حقيقي ممكن نعمل كده يا اسماعيل؟ اسأل نفسك. مش ممكن. اللي زي مسعود الخيانة والجشع والظلم بيجروا في دمه، فكل ذرة من جسمه. لكن احنا واحنا هنعيش كده ونموت كده. يعني ايه؟ قلبنا الدنيا ما سبناش حتة في البيت على بعضها. لا بتاع الكاوتش ليه اثر ولا الشنطة كمان. والواد الصحفي ساب المستشفى وهرب. يبقوا اكيد اتلموا على بعض. اسمع صلاح، البضاعة اللي جاية دي تصرفها بمعرفتك، انا اصلي مسافر روما بكرة الصبح. سعادتك هتسيبنا وتمشي بالورطة دي؟ ورطة ايه يا اهبل انت؟ انا مرتب كل حاجة، وبعدين حتة عيل زي ده هيعمل ايه يعني؟ انا اصلي جالي تيليكس من روما ولازم اسافر. اسمع، توصل لشركة الطيران تقول لهم يقطعوا لي تذكرتين على الطيارة اللي مسافر روما بكرة بالليل. يلا. اسماعيل بطة، وحشتيني قوي يا بطة. انا جاي اطمن عليكم، عاملين ايه؟ في حد قرب لكم؟ ايوه اسماعيل، رجالة مسعود جم دوروا على الشنطة وضربونا وبهدلوا البيت، كسروا دراعي ولاد عفاريت وانا طردوا لي بالقبابي. معلش، ودين المصطفى ما انا راجع لما قتله ابن الحرامية. لا اعقل يا اسماعيل. عاوزة ايه تاني يا بطة؟ بقى بعد اللي حصل ده كله عاوزين يبقى فيه عقل. اسماعيل طب خدني معاك، انا مش ممكن اسيبك بعد كده لوحدك ابدا. ولا سمعة، خدني معاك ولا اشرب من دم. نفسي قبل ما موته اشرب من دم، امسك زمارة رقبته ودينه ومقاعده بسيبه اللي قصار. وانا سمعة حسبني لوحدي اعمل ايه؟ خلاص كلنا نروح نطب عليه زي القضا المستعجل. لو رحنا كلنا هننكشف، انا لو احتجت لكم هاجي اخدكم. هتسيبني يا سمعة؟ معلش يا بطة، خليكي هنا، انا مش هغيب عليكي. خد بالك من نفسك. عربيت واقفه، يبقى لازم فوق. انا طالع لي. استنى بس يا سمعة، هتعمل ايه؟ سيبنا، لازم اقتله واشرب الدم. ما تبقاش عبيط. لا ولا كانك عملت حاجه. وما تنساش ان واحد زي ده اكيد مسلح، يعني طلقه رصاص واحد هترميك الارض وتروح في طيس. يو يا منير، انت هتهبطني ليه بقى؟ ما هو لازم نوقع اسماعيل. ما هو قتلك هيدور عليا وبعدين على بطه. انت ايه اللي في دماغك بالظبط؟ مفيش حاجه معينه، لكن لازم نلاقي حل. انهي حل؟ بقول لك ايه، انت مش رحت الجيش؟ ايوه رحت. خلاص نعمل ورديه، انت كينجي وانا شينجي، لازم كل واحد ينام له ساعتين، العربيه دي ما تغيبش عن عيننا لحظه. بسرعه شويه يا انفيسه، لازم نبقى في المطار بعد ساعتين. طب بس انا ما اجيب المجوهرات بتاعتي. ما تاخديش حاجه معاكي، ممكن تتمسك في الجمرك، الجو ملبش ومش ناقصين وجع قلب. انا بقول لك اهو. طيب منير ايه؟ بص ايه، ساعتين خلص بسرعه كده. بص شوف ايه اللي بيحصل. الله، ده الظاهر عليه مسافر. وادي العصابه بتاعته كمان وصلت. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف اسماعيل، بس لقيتها. هي ايه؟ شايف شنطه العربيه بتاعته مفتوحه ازاي؟ ايوه شايف. بس يا حلو، بالفتاكه بقى والجدعانه، لازم احط الشنطه اللي معانا دي وسط الشنط بتاعته من غير ما حد يحس. برافو عليك، خليك انت هنا بقى عشان رجليك.
يلا بينا بسرعه على المطار نسبقه، عربيته اسرع. يلا بسرعه. اطلعوا انتوا اسبقوني جاي وراك. ما تجري شويه يا سمعه، هي عربيتك بتجري وانا ما جريتش. انا خايف للراجل يوصل المطار قبلنا ويكت. طب ما تيجي نتصل بالبوليس في التليفون. وهنلاقي التليفون فين دلوقتي؟ لازم نلاقي. هات انت الشنط يا زكي. يلا بينا يا رجال. مساء الخير يا بيه. مساء الخير. خد نمر التليفون دي، يبقى اتصل بيا فيها لو احتجت اي حاجه. اطلب زعفان عبد الدايم. يلا زكي. تمام يا منير، شوف استنى يا مسعود بيه. اتفضل يا مدام. على فين؟ تعالى ابويا بص. ما تدخلوش يا جدعان. انتوا مستنيين حد مهم ولا ايه؟ مستنيين سيادتك. انا احب اقول لحضرتك ان انا ورايا شغل مهم جدا، وتعطيل الشغل ده فيه مسؤوليه كبيره وخطيره جدا. انا عارف يا مسعود بيه، وعارف حدود مسؤوليتي كويس. اتفضل اعمل اجراءات السفر. طيب. متسوسة عليا. متسوسة عليك؟ طبعا مش بتاعتي. الواد بتاع الكاوتش هو اللي لسه قايل. بتاعته هو مش بتاعتي انا. انا لازم ارفع الامر ده للنائب العام، لا على السلطات. انا مسعود، مسعود ابو دومه، ولا يمكن اسكت على حاجه بشكل ده. ما تسكتش، ان شاء الله ترفع الامر حتى لمين؟ القانون لازم ياخد مجراه يا مسعود يا ابو دومه. اتفضل معايا. انا اتفضل. انا لازم اطلع النائب العام، لازم اشوف الموضوع ده بنفسي. لا يمكن اسكت على حاجه بالشكل ده. إهانة، إهانة لينا كلنا.